مرحبا بكم متابعي كنترول سكول. سنتحدث اليوم عن خلايا الوزن الصناعية وطريقة توصيلها، وفي الدرس التالي سوف نتحدث عن الأعطال الخاصة بها. لدينا خلية وزن من نوع سباير 2000 كيلوغرام، والخلية لها 4 أطراف، الطرفان الأحمر والأسود لتغذية الخلية ب 5 فولت تيار مستمر، وعادة ما يكون الطرف الأحمر للموجب والطرف الأسود للسالب، ولدينا طرفان هما الأخضر والأبيض، وهما خاصين بإرجاع قيمة الوزن للمتحكم، ويكون الطرف الأخضر للموجب والطرف الأبيض للسالب، ويتم قياس الوزن عن طريق قياس المقاومة بين الأخضر والأبيض. وعادة ما تكون المقاومة بين الأخضر والأبيض 350 أوم عندما لا يكون هناك وزن على الخلية، بالإضافة إلى سالب أو موجب 5% زيادة أو نقص في المقاومة بين الطرفين. وإذا كان هناك أكثر من خلية، يتم تجميع السلك الأحمر مع الأحمر وكذلك باقي ألوان الأسلاك. وإذا كان هناك 3 أو 4 خلايا، يتم تجميعهم بنفس الطريقة، كل لون مع الألوان المشابهة له في باقي الخلايا. بالنسبة للمقاومة بين الأخضر والأبيض فإنها تقل كلما زاد عدد الخلايا، أي أنه إذا كانت المقاومة لخلية واحدة 350 أوم وقمنا بربط 4 خلايا مع بعض، فإن المقاومة من المفترض أن تكون 350 على 4، وفي هذه الحالة تكون تقريبا 88 أوم، وهذا في حالة أن لا يكون هناك وزن على الخلايا. والآن لنتعرف على طريقة توصيل الخلايا في المتحكم. هذه الشاشة التي سوف تقوم بعرض قيمة الوزن. لدينا شاشة من نوع لومس W100. هذه الشاشة تعمل بتيار مستمر قيمته 24 فولت، لذلك فإننا نحتاج لتغذيتها بتيار 24 فولت من باور سبلاي. والآن لدينا المخطط الكهربي مرسوم على الشاشة، الذي يوضح لنا أماكن التغذية للشاشة وأماكن توصيل أطراف خلايا الوزن. نجد في أعلى المخطط من جهة اليسار سبلاي 24 فولت، أو سبلاي من 12 إلى 24 فولت DC. وفي أعلى الشاشة من جهة اليمين مكتوب Inputs سبلاي من 5 إلى 24 فولت DC، ولكن هذا يخص عملية التير أو التصفير وسوف نتعرف عليه، ولذلك فالمستخدم للتغذية من جهة اليسار سبلاي من 12 إلى 24 فولت. رقم 1 سوف يكون الموجب، ورقم 2 سوف يكون السالب كما هو مكتوب. لدينا هنا 2 تيرمينال بلوك، هذا الصف الأول وهذا الصف الثاني. الأول من 1 إلى 12، والثاني من 14 إلى 24. وكما نرى فإن السبلاي أو التغذية سوف يتم توصيلها في 1 و2، وهما موجودين في التيرمينال بلوك في الصف الأول. ويجب الحرص والانتباه جيدا إلى عدم عكس أطراف السالب والموجب، فيجب توصيل السالب الموجب على 1 والسالب على 2. أما التيرمينال بلوك في الصف الثاني فهو الذي خاص بأطراف خلايا الوزن، وهو هنا من 14 إلى 24. أما رقم 13 فهو فارغ
وليس موصل به شيء. أولا لدينا الإكسايتيشن، وهي المقصود بها الخمسة فولت التي سوف تخرج من الشاشة إلى خلايا الوزن، وسوف تكون كالتالي: رقم 19 وهو السالب للطرف الأسود من الخلية، ورقم 20 وهو الموجب للطرف الأحمر من الخلية. هذا هو رقم 19 وهذا رقم 20، 19 للسالب و20 للموجب. ولدينا هنا سيجنال سالب وسيجنال موجب، وهي الإشارة القادمة من الخلية والتي باللون الأخضر والأبيض. الأبيض بالسالب سوف يكون على رقم 23، والأخضر بالموجب سوف يكون على رقم 24، 23 للطرف الأبيض من الخلايا و24 للطرف الأخضر من الخلايا أو الطرف الموجب للإشارة. ولدينا هنا 21 و22 مكتوب عليهم سنسور موجب وسنسور سالب، وهما خاصين بخلايا الوزن ذات الست أطراف، ولكن في كل الأحوال يجب توصيلهم، لأنه إذا لم يتم توصيلهم فسوف تعرض الشاشة لنا خطأ. وفي هذه الحالة سوف نقوم بتوصيلهم كالتالي: رقم 21 وهو الموجب سوف يتم توصيله بسلك إلى 20 وهو موجب الإكسايتيشن، ورقم 22 وهو السالب سوف يتم توصيله بسلك إلى رقم 19 وهو الإكسايتيشن السالب. والآن أصبح لدينا 6 أطراف متوصلين على التيرمينال بلوك رقم 2 الخاصين بأطراف الخلايا. أما الجزء العلوي من المخطط الكهربي المكتوب عليه Input Supply من 5 إلى 24 فولت، فهو كما قلنا خاص بعملية التصفير. فعندما يكون لدينا عبوة فارغة موضوعة فوق الميزان ونريد أن نجعل الميزان على قيمة الوزن صفر لكي نحسب السائل الذي سوف نضعه في العبوة بدون وزن العبوة، سنقوم بتصفير الميزان بعد وضع العبوة عليه، فيصبح الميزان يعرض رقم صفر والعبوة فارغة فوقه. وسنقوم بتوصيل زر التصفير كالتالي: رقم 12 يأخذ سالب 24 فولت من الباور سبلاي، ثم نأخذ موجب 24 فولت من الباور سبلاي، نمر به على بشبطن نورمال أوبن، ثم نخرج من البشبطن ونقوم بالتوصيل على رقم 10 في التيرمينال بلوك في الصف الأول. وعند الضغط على البشبطن سوف يتم تصفير الميزان حتى لو كان عليه وزن. والآن وبعد شرح التوصيل بشكل نظري، قمنا بالتوصيل بشكل عملي، ولكن سوف نقوم بالمراجعة على التوصيلات. أولا يكون لدينا جهد 220 فولت الأسود وهو النيوترال متصل بشكل مباشر على النيوترال الخاص بالباور سبلاي، والأحمر وهو السلك الحي متصل على سيليكتور، لكي يتم تشغيل وتوصيل الطاقة منه إلى الباور سبلاي وبالتالي تشغيل اللوحة. بالنسبة لأطراف الخلية فإنهم متصلين على 4 روزيتات ثم إلى الشاشة، ولا ينصح بتوصيل أطراف الخلية مباشرة على الشاشة حتى إذا تعرض الميزان للشد وكانت الخلية مثبتة في مكان والشاشة مثبتة في مكان آخر، لا يتم الشد مباشرة على الشاشة وبالتالي قد تتعرض للكسر، وإنما تم توصيل الأربع أطراف على الأربع أسلاك
ومن ثم إلى أماكنهم، وتم توصيل الطرفان الخاصين بالسنسور كما قلنا. وهنا تم توصيل موجب وسالب من الباور سبلاي إلى الشاشة على 1 و2، وهنا البوش بوتون الخاص بالتير أو التصفير، عند الضغط عليه يتم تصفير الشاشة، وهو يأخذ موجب 24 فولت، والخارج من البوش بوتون على رقم 10، أما رقم 12 فهو سالب من الباور سبلاي. والآن لنقوم بتشغيل الشاشة وإعطاء قيم الخلايا للشاشة. ننتظر حتى يظهر رقم صحيح أو صفر. رقم صحيح 55، وهنا عند الضغط على تير يتم التصفير. يوجد أيضا زر للتير خاص بالشاشة، ولكن لا ينصح باستخدامه كثيرا، حيث أنه إذا تعرض للتلف من الصعب تغييره، ولكن ينصح باستخدام بوش بوتون خارجي للتير. هنا إذا قمنا بالضغط على الخلية يتغير الوزن. ولكن يجب إعطاء قيمة الخلية للمتحكم، لأنه لا يعلم هذه الخلية تتحمل كم من الوزن، أو القيمة المقننة للخلية هي كم. وللدخول إلى وضع البرمجة نضغط ضغطا مطولا على هذا الزر إلى أن يظهر كلمة زيرو، ثم نضغط ضغطة واحدة أخرى للدخول إلى وضع الكالبريشن أو المعايرة، ثم نضغط انتر. ثم عند أول باراميتر نضغط انتر، نجد أن الوزن المضبوط عليه هو 2035، وهذا لأن الخلية كانت مستخدمة، الشاشة كانت مستخدمة من قبل، والخمسة وثلاثون لأننا قلنا أن الخلية يمكن أن يكون فيها نسبة فرق بين المقاومة الأساسية وهي 350، فمن الممكن أن تكون 360 أو 340، ولذلك نقوم بزيادة 35 أو تنقيص على حسب المعايرة. والمعايرة تتم بأوزان حديد إلى أن يتم ضبط الشاشة. ثانيا بعد إعطاء قيمة الوزن، قيمة الخلايا، نضغط انتر ليذهب إلى الباراميتر التالي، ثم نضغط انتر، ثم نضغط انتر ليذهب إلى الباراميتر الآخر، إلى أن نصل إلى هذا الباراميتر وهو الخاص بحساسية الخلية أو حساسية الميزان، وهو هنا 2/10 من الكيلو جرام، أي 200 جرام. ومعنى 200 جرام أنه لن يغير قيمة الوزن إلا إذا زادت 200 جرام أو نقصت 200 جرام. فإذا كان الوزن الموضوع على الميزان 700 جرام، فإنه ينتظر حتى يصل إلى 800 جرام، ثم يكتب 8 من 10. أما إذا أردنا تغيير الحساسية لنجعلها بالجرام أو بالكيلو جرام أو بالنصف كيلو جرام، فقط علينا التغيير من الأسهم. الآن 1/10 من كيلو جرام، أي أنه سوف يغير القيمة على الشاشة كلما زاد الوزن 100 جرام أو نقص 100 جرام. الآن 5/100، أي أنه سوف يغير القيمة على الشاشة كلما زادت 50 جرام أو نقصت قيمة الوزن 50 جرام، وهكذا. الآن 5/1000، أي أنه سوف يغير القيمة، قيمة الوزن على الشاشة كلما زادت أو نقصت
القيمة الموضوعة على الميزان بخمسة جرامات. والآن نذهب إلى الباراميتر الآخر. الباراميتر السابق ناس، إذا قمنا بتحديده على 200 مثلا، فإن الوزن على الميزان سوف يعرض إذا كان أقل من 200 جرام، من 200 كيلو جرام فقط. إذا قمنا بتغيير القيمة من الأصفار إلى قيمة أخرى، فإنه إذا كتبناها 200 فإنه سوف يعرض الوزن إذا كان أقل من 200 كيلو جرام فقط، وهكذا. ثم نضغط على زر الرجوع أكثر من مرة للرجوع إلى الشاشة الرئيسية. نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وسوف يكون هناك حلقة قادمة للتعرف على حل المشكلات والأعطال التي تظهر على الشاشة.